بابا. عمي معلم. بابا هو تصاب بكتفه وفقد وعيه لأنه وقع على رأسه. أكيد ابني أنت في دم على إيدك، روح غسل. ولا يهمك، رح أخدك على البيت. عادي يا ابني، أنا متعود متصاوب كتير مرات من قبل. أنا منيح، لا تشغل بالك. أنت في دم على إيدك وصار لازم تغسلها. أنت كيف دخلتي على قسم الرجال؟ طلعي عينيك، ليكي أمك لساتها موجودة مع النسوان. طلعت رصاصة واحدة وأنت نسيتي حدودك. تذكري، يمكن تخسري حياتك بس إياكي تتخطي حدودك. عم تفهمي؟ روحي. روحوا يلا. أنا بلحظة من اللحظات فكرت خسرتك للأبد يا منجيت. الموت أمر محتوم علينا يا معلم. ممكن كانت كل حياتي محاولات لأتهرب من الموت منجيت. لا تفكر بخاف من الموت، بس أكيد الشي اللي بيخوفني هي فكرة إنه شو ممكن يصير بعيلتي بعد ما أنا موت. بلحظة صرت أنا أفكر إنه إذا أنت بيصير لك شيء شو بيصير فيهن يا ترى؟ أنا مطمئن. الخوف من الموت راح من قلبي واختفى من يوم شغلتني واحد مثل ماك. ما بنسى إنك اخترت بنت الخادم لتكون كنتك، وحتى إنك بعتت ابني على أوتيل بابانتا. هدول هن عيلتي يا معلم، وأنت اللي متحمل كل مسؤوليتهم. حتى لو خسرت حياتي بس حميتك من شي مو منيح، ما رح كون ندمان ابدا. بس انا عن جد بهمني مانجيتا. انا كتير بهموني العالم اللي بهمهم وجودي بهالحياة وبيبيكو سراي. احيانا نفكر انه اذا انا بيصير لي. بترجاك لا تحكي هيك معلم. حتى لو حكيت او ما حكيت، اللي بده يصير رح يصير يا مانجيتا. من لما يخلق الواحد الموت محتوم، لهيك أنا قبل ما أموت بدي أطمن على كل واحد بعيلتي وأمن على مستقبل عيلتي وولادي. روح هلا اجمع لي كل العيلة وبدي إياك تقول لهم إنه أنا بدي أحكي معهم. روح. باكي شي اختي انت منيحه؟ خليني اعرف مين هاد اللي حاطط ايه العشبه بالحلو ووقتها بدي اوصه بنص قلبه. اختي انا بعتقد انه شي حدا عم بحاول ياخد بتارو منك. مصيبه. طيب معقول بادي قامه تكون شاكه فيني؟ لوين؟
لسه من شوي جيتي وهلأ رايحة. بس انتو شو عم تعملوا هون بهالوقت؟ سبقوا طعميناكن بالحفلة، بدكن غنيلكن لحتى تناموا؟ أمي، أخي فولان طالب يجتمع فيكن، بده يحكي بموضوع مهم وضروري إنه الكل يكون موجود. جونغرو؟ لك وينك؟ شو صاير؟ شو هاد؟ لك ليش عم تضب غرادك؟ لك انت بدك ياني استنى هون مشان موت يعني؟ بس فهمني شو اللي صار؟ انت ما شفتي الشيء اللي صار هنيك وانت عم ترقصي؟ طول الوقت عم تفكري ببريم ومخك مو معك. انت ما شفتي للختيار كيف صار غريب؟ يعني هو بس اطلع بالعالم والعالم ماتت من الرعبة. هنن حطوا السلاح بتمهم وكانوا بدهم يقوصوا حالهم، وانت عم تسأليني شو صار؟ انا ما بدي موت وانا بس شبابي، بدي روح. بس انت هد اول مبلغ طلع لنا هون. انا عديتهم 200,000 الا 150 فقط لا غير. كل هدول المصاري طلعوا لنا بعرض واحد. بحياتك شفت هيك مبلغ؟ لا بحياتي شفت كل هالمصاري، ولا بحياتي كمان شفت الموت هيك. بنديا، لك شو بدنا بكل هالمصاري؟ ليكي انا ضبيت كل اغراضي وضبيت اغراضك معي كمان، خلص العرض تبعنا بكفي هيك بقى. يلا احملي اغراضك وخلينا نروح من هون على السريع. انا ماني رايحه. تصطفلي، انا اخذ اغراضي ورايح. رح تتركني لحالي؟ كيف بدك تتخلى عني هلا؟ رح تترك هي البنت لحالها؟ ليكي ما في داعي، هلا ما تعملي لي فيها دراما، ما رح تنفع معي. بس شوي لحظه، خلينا نخطط، خلينا نحقق هدف. 10 ملايين وبس، رح نجمع هالمبلغ ونهرب بعدين. قديش قلتي لي بدك؟ قديش؟ 10 ملايين. تفضلوا ارتاح، حابب احكي كلمتين. تفضل. شو يا فيملا؟ ليش اجيتي؟ سيلفي فولان طلب بس من عائلتنا انه يجتمعوا. مانجيتا وكل عيلته هني من عيلتنا كمان يا ريكا. أكيد بقصد لسه ما صار العرس، بس هنن أكيد من عيلتنا. تفضلوا ارتاحوا. يلا أهلين. علقنا مع هالعالم لآخر العمر، ما بقى فينا نتهرب منهم أبدا. أكيد كلكم شفتوا شو صار معنا اليوم. مانجيتا قضى حياته كلها وهو عم بيدافع عني، واليوم هو كان مستعد يخسر حياته، بس بلكي هو عن جد اجت نهايته. ما حدا فينا بيقدر يعرف ايمتى بيجي يومه، بس نحن بحياتنا ممكن اذا بيطلع بايدنا نقدم شيء كتير بسيط ليلي منحبهم. اسمعوني منيح يا جماعة، من اليوم ورايح 10% من أرباح العيلة رح تروح لمنجيتا، ومن بعد ما أموت كمان 10% من كل ثروتي اللي بملكها كمان رح تروح لمنجيتا، ومن بعد منجيتا عيلته رح تاخد كل شيء. ساتش. نعم. احكي مع المحامي من هلا او بكره، خليه يجهز الاوراق وانا رح وقع عليهم. طيب ماشي. بتمنى ما يكون حدا عنده اعتراض على هذا القرار، ومشان هيك نحن لازم نحتفل. انبسطوا، صار في عنا مناسبه.
فيكن تروح. اختي من حضر العشاء ولا لا؟ بعتي لي الأكل على غرفتي. حاضر. لو ملاقيين كنز مو هيك؟ قوليلي شو رح تعملوا فيهم؟ ما بدها تفكير القصة، أنا بقلك شو رأيك ننزل عالسوق ونشتري غراض قد ما بدنا؟ تخيلي إنه أنا أصرف المصاري على هيك شغلات فاضية، هنن بس للشغلات الضرورية. لا ما بدي. ليش ما عم تاكل؟ شو بدك فيني؟ شو؟ اها انا فهمان هدول الحركات، انت ما عم تاكل لحتى بنديا ما تشوف بطك الكبير هاد. خلص خلص اتركني اتركني. لحظه، طيب بعتقد انه في حد عم يخطط شيء ضدي. ايوه منيح، انت خد من ايدي انا رايح. بس لوين رايح برين؟ هات رايح شوف حدا حضرتك ميت لحتى تشوفه. الو بانديا، كيف برفض عزيمتك؟ لا ليش انا بسترجي؟ يلا جاي. انت شكلك مانك مبسوطة من قراري امي. لما يطوف النهر ما بيضل شي منيح للناس اللي عالطفة ولا على العالم اللي عم يسبحوا فيه. منجيتا مخلص بس من يوم يومك مهتم كتير بعائلته، بعتت ابنه على أحسن مدرسة، ومو بس هيك عطيته مكانة مثل مكانتك وقت اللي رضيت ببنته. مصرياتك وثروتك لازم تكون لأولادك ولعائلتك انت وبس. الخادم بياخد من الورطة وانت لا. انتبهي منيح قبل ما تحكي ماشي؟ منجيتا ماله خادم، هو اخونا. كيف بدك يعني احكي لك؟ في عندي شي الف سؤال وعم يدوروا براسي. بدي اسالك سؤال، انت قديش بتطالع بالسنه؟ يعني شي 500,000. فولان قديش بيطالع؟ يعني شي 60 أو 70 مليون. 60 أو 70 مليون؟ وعشرة بالمية منهم رح يروحوا لمانجيتا؟ يعني قديش بيطلعوا؟ 10% يعني شي 7 مليون بيطلع. بس هيك؟ الخادم بيطلع أكتر منا، هذا ما نعدل. من 20 سنة أنا وبوشان قسمنا الثروة اللي جمعناها بيناتنا بالتساوي بوقتها، بس ما استفدنا. هذا التقسيم ما كان لازم نعمله. أنا وبوشان أخوة، ما كان لازم نفترق عن بعضنا. بس كان في حدا تاني دائما بيوقف جنبي وبيدعمني يا أمي. حياتي الماضي ما رح أقدر أنساها شو ما صار معي، ولا رح تنمحها من ذاكرتي. الشخص اللي رح يدعمه لفولان ثاكور لازم يتحمل النتيجة. منجيتا، انت لسه في معك فرصة تانية. انت ليش مصر تضحي بحالك وبأهلك كرمال فولان ثاكور؟ قلنا عالسريع وين هو. انا شخص مخلص لعيلة ثاكور ومستعد ضحي بأجيال من عيلتي وما خون حالي وما خون عيلة ثاكور. بما أنك قررت فتحمل النتيجة. يي
كتير قلال العالم اللي بيضحوا بعيلتهم كرمال حتى تاني. ولادك اتنين موجودين هلأ قدامك بسبب وجود مانجيتا اللي انقذ حياتهم. لولا وجود مانجيتا ما كنت عايش، ولا بوشان كمان. شو صار؟ السلاح معلق. اوك سيك هاي مانجيتا، دير بالك يا مليوم. كل العالم فكرت انه بوشان تقوص كرمال ينقذ حياتي، بس هالشي مانو صحيح. الحقيقة مختلفة عن هيك يا أمي. لو العالم عرفت شو اللي صار عن جد مو اللي انحكى، كنا صرنا مضحكة للكل. العالم بيعرفوا إنه أنا وبوشان كنا فريق كتير عظيم، بس الحقيقة ما رح تتغير. إنه بوشان ما كان يقدر يوقف معي وقت بلشت ببناء إمبراطوريتي، ولا ساعدني بهذا الشيء. إذا فولان ثاكور قادر يتحرك ويعيش حياته بهالدنيا اليوم، هذا الشيء بفضل شخص اسمه مانجيتا كان يوقف جنبه على طول. أكيد تعرفوا هالدنيا اللي عايشين فيها، ورح تقولوا إنه هذا كله واجبه، بس أنا رح أقول في حدود لواجبات الشخص كمان. بس إخلاص مانجيتا ووفاؤه ما لهن حدود بنوب يا أمي. أنت لساتك مفكرة عم أحرم أولادي من حقوقهم إذا بعطيه جزء بسيط من ثروتي الكبيرة؟ أنت ما تعشيت لسه، ونحن صرنا زمان ما تعشينا أنا وياك مع بعض. ملك عادل بالأول وبعدين أب حنون، مثل اللي عم يمشي على سيف من حدين، خدش هون أو خدش هنيك مو فارقة. أنا ما انخدشت لهلأ وما رح نخدش كمان. فعلاً أنا حلوة كتير، بس شو عم بعمل هون؟ مين اللي رح يقدر جمالي؟ بلكي ما أجا ابن ثاكور. كل شي بدي إياه يجي ابن ثاكور لعندي هلا. عندي هذا كل شيء كان بدي اياه بالدنيا كلها. فكرة أنا زعلانة منك، ليش طولت علي كل هالقد؟ ما عاد بدي أحكي معك ولا حتى رح طلع فيك. حتى شوف مو مبين عليك إنك ندمان على عملتك، على الأقل اعتذر مني شوي. ساتش أنا لا 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 أنا ما عملت شيء. الحق مو علي، أنا ما ركضت ورا، هو ركض وراي. يعني أنا ما سويت شيء، كل اللي عملته إنه تعاملت معه بلطف شوي. سد
يلي عم يصير هذا كله ظلم، بس لأني أنا الولد الثاني بعائلتي مو الأول، وين العدل؟ قال بيقولوا الدنيا فيها عدل، وين العدل؟ أنا اليوم تأكدت لما أخي الكبير ساتش قدر يوصل لبنتي بدالي أنا. تستاهل اللي عم يصير فيك، إيه بتستاهل، لأنه أنت دخلت بحياة غيرك ونصحته نصائح مو صحيحة أبداً. شايف هلأ كيف أخوك أخذها منك؟ وإذا حابب يعني معقول الحب خلاك ما تقدر تمسك حالك؟ بس ما تكون جنان. اسكت أنت! ما تتدخلوا بحياتي، لأنه أنا هلأ صرت كبير، عمري صار 18، بس رح نام لحالي اليوم. خلاص مو مشكلة، رح بلش حياتي من بكرة. مستحيل أنت! شو رأيك نحضر شي فيلم أجنبي؟ بتجيب أخطية لهون ومننام ونحن عم نحضر الفيلم، بما أنك مو حابب تنام الليلة لحالك. لا عاد تحكي معي هيك بهاي الطريقة. سكوت، راجكو مار فلان ثاكور، بوعد حالي إذا هي إلي بدي إياها حتى لو ما حبتني وما رح أحب حدا غيرها لو مين ما كانت هي البنت. لك شباك، شو عم يصير معك؟ أنا ما قلت لك لا تكتر، هي أول مرة إلك، روّق حالك وطالع كل شي، يلا خدوه على البيت، يلا ساعدوه لحتى يغسل وينام. ومن بعد ما أموت كمان 10% من كل ثروتي اللي بملكها كمان رح تروح لمنجيتا، ومن بعد منجيتا عيلته رح تاخد كل شي. طالما مانجيتا رح يطلع له 10%، لازم بأسرع وقت زوج لكان لبنته. ابني لكان رح يتزوج، مبروك. مبروك 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 مبروك، ما عم صدق رح افرح بلكان. لازم اتصرف، بس يتزوج بنته رح يصيروا كل المصاري لإلنا. شوي شوي، هاي هاي هاي. ليك خلصت. أوف، شوفي ليش عم تعمل هيك؟ خلاص انتو ما بتفهموا علي منهم، رح اشرح لك الشغلة مثل شغلك انت، شغلك بهدول العقود. ايوه هاي، بس انا شغلتي الحب. ماشي، انت وقت تخسر عقد مهم مو بتكون متضايق كتير؟ انا كمان هيك بحس بالحب، يعني الموضوع بيوجع اكتر مما تتخيل، صعبة مو سهلة منوب، يعني انا تاجر حب. ايه فهمت، يعني انت هيك بدك. لكن لا مو هيك، انا بدي الحب يعبي الدنيا كلها، ولو طالع بإيدي بخلي الغيوم اللي بالسما كلها تشتحه، ورواء وحنية. أكيد أنت هلأ ما رح تفهم شي من الحكي هلأ، بس ليك لو سمحت بس جيب لي السيارة لهون ووصلني لهنيك. لا ما رح أعمل هيك. لهنيك؟ وقف شوي، وقف يا خاين. خلاص كوت، صرعتني. أنت كمان أخي رح تخوني مع اللي بحبها؟ ها؟ اوعك هذا وصلني، بس ما رح توصلني؟ اسمع لك انا بورجيك. ما بيكفي قلبي مكسور؟ بس انت شو دخلك؟ انت قلبك قطعته ورميته مو مثلي. كيف بدك تحس بقلب مثل قلبي انا الرقيق كتير؟ لا مو مزبوط، اوعك تستعرض هيك قدامي مرة تانية، مفهوم؟ يلا اطلع لشوف، خلينا نمشي من هون. يلا. ماني طالع معك. تعرف انت رفيقي الوحيد بهاي العيلة، لو كل الدنيا وقفت بطرف
ونحن وقفنا بطرف صدقنا نحن الكذبانين. يلا تعال لك شكرا على شباك. خلاص بكرة منكمل حكينا، لأنك زودت شوي بكفي. تعرف ليش رح وصلك على البيت هلا؟ مو مشانك أنت، بس مشان أهلك، ولحتى ما يلاقوك مرمي بالشارع. أحسن ما تبهدلنا قدام العالم، فهمت؟ لكن أنا بحبك، أنا بحبك كتير. استنوا استنوا استنوا، خدونا معكم. أنا صار لي 4 أيام بهالقصر هون، بس ما كان مبين عليك إنك مهتم. ليش ما قلت لي إنه أنا عاجبتك؟ كيف بتجي هيك فجأة لعندي اليوم؟ طيب لو لمحت لي بس إنك جاي، بس مو مشكلة. إيه يعني عندك مشكلة إذا بيجي فجأة لعندك؟ مو هيك أبداً، ليش ليكون عندي مشكلة؟ بالعكس تماماً، بس أنا قلت هيك لأنه يعني رح تصير ملك بجوسراي، ولا تنسى أنك متزوج. ما كنت متوقعة أنك تكون مهتم فيني هالقد. اللي بيتزوج هون بصير معه كتير صلاحيات وبيقدر يعمل أي شيء. معقول كل هدول مصاري؟ لك شو هالناس هدول؟ يا بيقوصوا العالم يا بيرموا عليهم مصاري. من وزنهم بتوقع انه هدول بيطلعوا شي 50,000. هالزلمة هاد لقطة حقيقية، إذا كل كم يوم بيعطيني هيك مبلغ رح صير غنية. رح ترجع مرة تانية؟ لازم تعرفي إنه ما في حدا قبلك تجرأ يسألني هيك سؤال، وأنا بحياتي ما حسيت حالي مجبور جاوب حدا على هالشي. بس أنتي غير. شو هو السر؟ عن جد ما بعرف. ولحتى أعرف رح أرجع، وهلا أنا رح روح. يلا بخاطرك. لو على قد ما لفيت بهالدنيا مجبور اني ارجع لهون، لانه انت يا مايا بيتي وحياتي كلها. انا كتير بحبك يا روحي، وما بقدر حب حدا غيرك بهالدنيا. جيبوا لي كاسة شاي لهون، صرت قايلتلكن لهلا أكتر من مرتين،
مايا جيبي لي الشاي لعندي بسرعة. يلا هلا حطيته على النار، بصفيه وبجيب لك اياه. تفضلي ستي. فيكي تجيبي لي شاي لإلي كمان؟ بصراحة من مبارح حاسة حالي حيلي مهدود شوي. مهمة صعبة كتير إني خلي عائلة تاكور مبسوطين. بس كان عيد ميلاد حلو كتير. شو رأيك خانو من بارح العالم عجبهم عرضي؟ شو رأيك مايا؟ شو بكون؟ شو ما عجبكن يعني؟ أنا بذلت كل جهدي، كيف كان عرضي؟ نحنا خليناكي هون لأنك فنانة. روحي جيبي لها شاي وخليها تسكت، لأنه صرعتني بأسئلتها الغبية. ماما لا تطعمينا خبز ومربى اليوم. شو بدك يا هالطعمينا يعني غير هاي الأكلة المربى؟ ملينا من الخبز والمربى. بعد شوي تاكلوا اللي بدكن يا، بس هلأ لازم تروحوا تجهزوا حالكم. تغير الطقس ما؟ بلش يصير شوب ما هيك؟ يمكن إذا شربت شاي والجو هيك شوب كتير ما رح يكون منيح. جاي عبالك شي تاني؟ إيه كان جاي عبالي عصير بارد شوي. مايا جيبي لي عصير مسموم. كأنك قلتي مسموم؟ إيه ما بيصير الواحد يشرب سم؟ بس في ناس بيلبق لها كتير سم بالهاري. شو أحلى من هيك؟ بتحبي المزحة كتير إيه؟ خلاص أنا رح أشرب شاي مثلك يا خانو. ليكي لساتنا عم نحكي ومايا جابت لنا الشاي. هاتي أعطيني. مداف تعال بسرعة خذ الفطور والشاي على غرفة بنتي. أهلاً بساعي البريد. ليش كل هالقد مبكر اليوم؟ عمي قال لي اجي هلأ. عن جد؟ وخطيبتك مين رح يوصلها على الجامعة إذا هيك؟ بونام تعبانة شوي لهيك أخدت يوم عطلة. تعبانة؟ ايه بطنها عم يوجع. طيب أخدتها على الدكتور؟ لا مو محرزة، بتكون كترت بالأكل مبارح بالحفلة، بسيطة. خدون. هي الزيت. ايه حطي لي شوي بس. بدي ادهن على راسي لصحصح. في شغله ما عم بستوعبها ابدا. بونام ما لها بالعاده تغيب عن الجامعه حتى لو كانت مريضه. معقول تكون غابت مشان وجع بسيط بالبطن مثل ما قال؟ متأكد إنه في شي صاير بيناتهم. إيه قليلي أنتي، أكيد بتكون خبرتك. إيه طبعاً، بس هالمرة مو بس أنا اللي بعرف بالقصة، الكل سمع فيها، يعني حتى لعند راج كومار وصلت الأخبار وما بقي غيرك. أنا ما كنت بعرف. لأنك كنت مشغول مع بنديا وما كنت عارفان المسكينة بونام شو عم بيصير معها. لا عاد تلفي وتدوري بقى، خلصيني. يا ريت تحكي لي شو فيه، شو اللي صاير. اول يوم راحوا فيه على الجامعه انا اسمي لاكان ثاكور
وهي بتكون بونام يلي رح تكون مرتي بالمستقبل. إذا حدا بيسترجي يقرب منها أو يضايقها أو حتى يطلع فيها بوعدكن امسح في الأرض وشيل عيونها من محلهم. هيك بس، مشان هيك بونام ما عم تقدر تروح على الجامعة، لأنه كل الناس عم تسأل هونيك هاي بونام شو يلي جابها لهون، وبونام يا حرام كتير متضايقة. حاولت تدقلك بس أنت ما رديت، ما بعرف بشو مشغول. وهي بندي قالت لنا إنك مانك فاضي. بس أنا رجعت شفتها لبونام وما حكت لي شيء أبداً، غريب ليش ما خبرتني. وبعد هداك اليوم كأنها ما عاد حاكتني بالمرة. بكل الأحوال أنا ما راح أتدخل بيناتهم، يصطفلوا. إيه بس أنت ما لازم تتركها هلأ، مو هي قرايبتك ورفيقتك، ما بصير تتركها. Let's go, 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 let